مع إصرار إسرائيل على شن هجوم ضد رفح، لم تجد مصر مفراً من الاستعداد لسيناريو تدفق المدنيين النازحين من رفح إلى سيناء، حسب جريدة ليبراسيون الفرنسية. بعد الجدل الكبير الذي أثاره انتشار صور لأخمار صناعية ومقاطع فيديو تظهر تجريف قطعة أرض قرب الجانب المصري من معبر رفح مع قطاع غزة، أوردت الجريدة الفرنسية أن القاهرة تعمل على خطة طوارئ تشمل إنشاء مساحة مغلقة ب13 كيلومترا مربعا وبناء جدران بارتفاع 7 أمتار لإنشاء منطقة عازلة يلفها السياج بطول 10 كيلومترات ويمكن أن تستوعب نحو 100,000 شخص. حديث الجريدة الفرنسية نفاه اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري عندما أعاد التأكيد على رفض مصر لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. كانت وكالة تي بي اس الإسرائيلية زعمت في ديسمبر الماضي دراسة مصر آلية لدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء ثم توزيعهم على دول إفريقية أخرى، ومع تأكيد تل أبيب نيتها مهاجمة رفح حتى في حال تمت صفقة تعيد الأسرى، يبقى مصير نحو 700,000 فلسطيني موجودين في مخيمات مؤقتة في ممر فيلادلفي مجهولة، كما يوجد ما يقرب من 1,400,000 فلسطيني نازحين بين خان يونس ورفح، لا يزال مصيرهم مجهولا هم أيضاً.